والله أنا بالنسبة لي هذا كان مفاجأة يعني سعيدة. كل شيء شفته هنا ما شاء الله على أعلى مستوى، وأنا أعتقد أني يعني لما شفته أول شيء أشعر بأن وسائل الإعلام مقصرة في تغطية مثل المبادرات الجميلة هذه، خصوصا رياضة سيارات من الرياضات الهوايات المحببة للشباب السعودي، وعنده وأتوقع أن عندنا كثير من المواهب فيها في السعودية. فأنا أشكر الأخوان في ميدان ديراب، وأشكر أخوي سلطان السديري وأخوي صخر وكل القائمين على المشروع، لأن الحقيقة شيء مبهج ومفرح، وأتمنى إن شاء الله أنه يعني يلقى نجاح ومعرفة عند الناس أكثر، لأن على المستويات. أنا ودي أشكر الثمان شركات اللي أوريدي موجودة الآن في الرعاية هنا، شركة وكالة الجزيرة وشركة الخليج للتدريب والتعليم، وشركة فان اكستريم، وشركة تيرك سبيد، وشركة برو دريفت اكاديمي، وباكر سكيلز اكاديمي، وشركة احمد الشقاوي للدراجات، وعالم السباق للسباقات. ما اعتقد ان في اي احد له عذر انه يسوي اي شيء يضر بصحته ولا بالسلوك العام ولا بالسائقين الاخرين في ظل وجود مثل المبادرات هذه، انه يجون محلات زي هذه، واتمنى ان يكون في محلات اكثر مثل هذه. واحنا ان شاء الله في رعاية الشباب بنقوم بواجبنا بالسنوات الجاية أن ندعم إنشاء مبادرات زي هذه أكثر.